لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ده الضمان وكتالوج صح كده؟ عمري طلع شكله غريب. خلاص اقفل. طيب بص، ده برنامج التشغيل، برنامج التشغيل العادي تمام. بص معايا هنا 1100 لفة هيشتغل على كام؟ أعلى درجة حرارة 90، 1000 لفة على درجة حرارة 60، 800 لفة على درجة حرارة 40، 400 لفة على درجة حرارة 20. وانت هنا لو مثلا معاك هدوم صوف أو هدوم أبيض حاجة خفيفة بتشغل على درجة حرارة 20، وده زرار العصر معاك أهو. يبقى ده زرار العصر. يعني أنا أدوس هنا كده هو ده العصر؟ بص هنا ده درجات الحرارة، ده العصر، تشغيل التايمر بتاع الوقت، زرار بدء الستارت اللي هو بيجيب لك الكهرباء في الغساله كلها. طيب عندك هنا بقى نبدا بقى بالزرار ده، الغسل العادي لو ده اهو، ده مثلا معاك من دوره من 14 لحد 44 دقيقه، ده ساعه كامله. الميكس اللي هي الالوان بقى ابيض وكل حاجه، كل ده الدراير الكلين دوت اللي هو الالوان بس اللي هي ايه، اللي هو التيشيرتات اللون الابيض. ده العصر ماشي تمام، ده اللي هو الاكتف ايكو دوت اللي بيوفر معاكي في الكهرباء. اكل ما هو انت عندك هنا في الغساله اهو كام لفه وعلى 400 من 20. يعني انا ادوس على ده قصدك؟ شغال ده بيوفر معاكي في الكهرباء، بيشتغل على درجه حراره 20 ل 400 لفه. 20 ل 400 لفه، يعني ادوس على الزرار ده 20 ومن هنا 400 لف صح كده؟ والتايمر قد ايه؟ التايمر بقى على حسب الوقت اللي انت بتحدديه. انت على حسب ما انت عايز، ربع ساعه، 10 دقائق، معاك 14 دقيقه، 30 دقيقه، 44 دقيقه، على حسب ما انت ما عايز. طب الكود ده لازمته ايه؟ دوت انت بتفعلي بيه بدل ما الشركه مثلا لو جت وما فعلتش الضمان، او انت عايزه تفعلي الضمان من خلال الباركود دوت، بتفعليه عادي من على ضمان تشوب العربي. يعني بدخل على الموقع بتاع تشوب العربي، بتعملي الاسكان دوت بيفعل لك الضمان. طيب الدرج هنا بص بقى الاهم، ده هنا انت عندك رقم واحد المسحوق العادي، ده الميكس اللي هو الخلطه والكلام ده كله، الحاجات السوائل حاجتين اليمين والشمال. الشمال اليمين دوت هحط فيه اللي هو الاريال. طيب الشمال دوت هحط فيه هنا اللي هو مثلا الداوني الحاجات دي كلها. طب وده؟ وراح ده عادي بقى الميه اللي هي بتصرف بقى الميه. بص ازاي، خلي بالك بس عشان المشكله دي قابلتني. هنا لو انا حطيت زياده عن اللزوم في الجزء ده، لو حطيت مثلا نص كوبايه، لا انا حطيت كوبايه كامله، هتقفل فتحات الميه من هنا. بص حط ايديك هنا كده، حط انت ايديك جوه هنا كده من جوه من هنا، هتلاقي في فتحات ميه صغيره. ايه لازمتها ايه بقى الفتحات الميه دي؟ فتحات الميه دي بص بتطلع من الماسوره من هنا ومن هنا كده اهو، خرطوم الصرف هنا كده اهو، بيدخل لك من هنا كده، بتوصل لك ميه للحوض ده، بينزل فيه نقط ميه وبعد كده بيتصرف على الغساله من تحت، عشان الاريا اللي انت حاطاه هنا يبوش ويروح منزله على الغساله من تحت.